وسهلا بكم متابعينا في فقرة سيدتي وود اللي بنقدم لكم فيها كل الأخبار الفنية من مكاتبنا هنا في دبي. أنا رؤى أحييكم ومعايا زميلي تمام عجمية. أهلا تمام. أهلا وسهلا فيك رؤى، وأهلا وسهلا بكل اللي عم يتابعنا بفقرة جديدة من سيدتي وود لهذا الأسبوع. في البداية خلينا نتعرف على أهم المواضيع في مجلة سيدتي لهذا العدد. صدرت غلاف مجلة سيدتي لهذا العدد النجمة الساحرة الإسبانية بينيلوبي كروز، تحدثت خلال هذا اللقاء عن الحب والزواج والعمل. تحقيق خاص عن إشاعة زواج الفنانة سمير خشاب وأحمد سعد، ويبقى السؤال أين زوجها من هذه المهاترات؟ منى السابر والدة حالة ترك تكشف أسرار عائلية لأول مرة تتحدث بها عبر سيدتي. بتحقيق خاص سيدتي تكشف حقيقة مرض إيمي سمير غانم. والآن ننتقل إلى اللقاءات الحصرية في فقرة سيدتي وود. بداية رح تكون مع الفنان الإماراتي عبدالله بن حيدر الذي تحدث عن عمله في رمضان قلبي معي. دوري بعد اسمه عبدالله، شخصية شوية نوعا ما فيها تعقيد، شخص قوي جدا، بزنس مان، حياته كلها براكتيكال، العاطفة عنده في حياته موجودة بس ما يلاقي لها وقت. أحيانا لما ينجبر أن يعبر عن العاطفة ما يلاقي الطريقة المناسبة بالتعبير عنها، هذه يحطها أمام يعني إشكالات مع زوجته اللي هو أساسا أخذها عن حب اللي هي يارا، راح يأزم العلاقة الزوجية مستقبلا. برأيي هل سيجد العمل مكان له في زحمة الأعمال الرمضانية؟ والله أتوقع أن العمل راح يكون له صدى. أول شيء عمل مختلف نوعا ما من حيث الدراما اللي فيه، في مفاجآت العمل ما صارت أبدا في الدراما الإماراتية، غير عدا يعني جمالية الصورة اللي موجودة، نوعية الألوان، طريقة التصوير مختلفة تماما، يعني طريق جديد أو سكة جديدة في الدراما الخليجية والعربية. وطبعا برغم زحمة الأعمال في شهر رمضان إلا أن العمل المميز دائما بيلاقي مكان له. وهلأ ننتقل لقصة حب بتجمع الإعلامي وسام بريدي والإعلامية ريم السعيدي. شو هي تفاصيل هي العلاقة؟ خلينا نشوف سوا. وريم بتشبه كل المواصفات اللي أنا رسمها للإنسان اللي بتمنى أن ابني معه مستقبل وحياته وبيته وعائلة، والمواصفات اللي حطتهم براسي بالطبق 100% على ريم. شو حب وسام بريم؟ أكتر شيء بحبه فيها أن إنساني بتعرف قيمة الحياة، يعني ما في شيء حصلت عليه بالصدفة ولا بالهين، كل شيء كان بتعب وبمجهود. شو حبت ريم بوسام؟ شو بحب أكتر شيء بوسام؟ وسام المعنى الصحيح، المعنى the real meaning للرجل يلي كل مرة بتتمنى تكون معه، يعني إذا كان بالتربية وبالأخلاق بالمحبة بأهدافه بالحياة، بتعلم منهم كل يوم شيء. فنان سلوم حداد يكشف عن مشاركته لرمضان 2017. خلصنا مسلسل اسمه وردة وشامية من إنتاج جولدن لاين وإخراج تامر إسحاق، هلأ نحن عم نصور عمل اسمه فوضى من تأليف حسن سامي يوسف، إنتاج سما الفن وإخراج سمير حسيني. ووصلنا للفقرة اللي بنكشف فيها كل خبايا وأسرار الفنانين، فقرة إكسبرس. وما هي الوسيلة الأسرع للوصول لقلب المرأة برأي الفنان دريد لحام؟ يكون صادق معها بس، يعني بجوز يفوت لقلبها إذا لابس حلو، بس بعدين بيطلع من قلبها إذا ما كان صادق. والآن خلينا نشوف من اللي ربح معنا في مسابقة سيدتي وود. الرابح أو الرابحة رح نتعرف عليهم من خلال التسجيل التالي. معكم محمود أغنقوط، لبناني مقيم في دبي، ربحت جائزة في برنامج سيدتي وود، وشكرا كثير للبرنامج. Thank you. مسابقتنا لهذا الأسبوع رح تكون تحية لروح الفنانة القديرة نجاح حفيظ. هذا المقطع من أي عمل مأخوذ؟ توبي 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 وهيك بنكون خلصنا فقرتنا لهذا الأسبوع اللي بقدم لكم إياها من مكاتب سيدتي في دبي أنا وزميلتي رؤى.